هاي، شهد عام 2022 رحيل عدد كبير من الفنانين اللي تركوا وراهم إرث فني غني ومسيرات حافلة بالإنجاز، واختلفت أسباب الوفاة بين المرض والموت المفاجئ لا يترك غيابهم مساحة كبيرة من الحزن بقلوب جماهيرهم ومحبينهم. مين هن أهم الفنانين اللي فارقوا الحياة بعام 2022؟ نتذكرهم سوا. بداية مع الفنانة المصرية مها أبو عوف اللي راحت عن عالمنا عن عمر بناهز 65 عام بعد صراع طويل مع سرطان الرئة. شاركت مها بالعديد من الأفلام والأعمال الدرامية، وطوال سنوات عملها بالوسط الفني ما كانت بتقحم نفسها بخلافات فنية، وهو اللي جعل رحيلها الهادئ صدمة كبيرة لجمهورها ولأصدقائها من الفنانين. خسرت الساحة الفنية الفنان المصري هشام سليم عن عمر بناهز 64 عام متأثر بإصابته بسرطان الرئة أيضا، وضجت السوشيال ميديا بخبر وفاة سليم، وشهدت جنازته حضور كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي. سليم يعتبر من الفنانين المصريين المخضرمين، إذ قدم العديد من المسلسلات وتألق على الشاشتين الكبيرة والصغيرة بأعماله الدرامية. يذكر أنه هشام سليم ابن لاعب كرة القدم المصري صالح سليم اللي توفي أيضا بسرطان عام 2002 عن عمر يناهز 72 عام. الصدمة والخسارة الأكبر للمشهد الفني المصري والعربي فكانت بوفاة الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهم بفيروس كورونا. حمل الممثل سمير غانم رصيد ضخم من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح، وحتى الفوازير لقب بملك الكوميديا وصانع البهجة. كذلك الأمر للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واللي قدمت الكثير من الشخصيات والأدوار الثانية اللي حققت لها الانتشار الفني. بلبنان غيب الموت الممثل اللبناني جوزيف عبود بعد مسيرة فنية طويلة بدأت عام 1975 بمسلسل نطور الحارة، لا تتوالى أعماله بعد ذلك، واللي من أبرزها الضحية، ثبات ونبات، سمرة، الهيبة وغيرها. ارتبط اسم جوزيف عبود ببعض الأدوار الشريرة اللي كانت توكل له ونجح بتأديتها، تارك خلفه إرث فني كبير من الأعمال الدرامية والسينما. سرق الموت أيضا المغني اللبناني سامي كلارك اللي ترك وراه إرث فني شكل ذاكرة جمعية لأجيال مختلفة، قدم فيها ما يزيد عن 700 أغنية وشكل ظاهرة نوعية لم تتكرر. محطته الأبرز بذاكرة السوريين واللبنانيين كانت غنائه لشارة المسلسل الكرتوني جريندايزر المدبلج للعربية، وشارة جزيرة الكنز فحفر صوته ذاكرة أطفال الثمانينيات، إلى جانب أغنياته الراسخة مثل آه على هالأيام وقومي تنرقص. ومن أبرز المشاهير اللي رحلوا عن عالمنا وسببوا صدمة كبيرة للجمهور العربي خلال عام 2022 هو الفنان جورج الراسي اللي توفي عن عمر بناهز 39 عام إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته لبلده بعد ما أحيا آخر حفلاته بدمشق. الراسي ترك مكانة مختلفة لدى الجمهور لاسيما بسبب تشابه صوته مع صوت سلطان الطرب جورج وسوف، الأمر اللي اختصر الطريق أمام انتشاره وخلق له شعبية إضافية دعمت صوته وأدائه. سبب خبر وفاة المغني لجانب مديرة أعماله زينة المرعبي اللي كانت برفقته صدمة وحزن عارم بالوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.